مستمرين معكم مستمعينا بهذه التغطية عام إذاعة مزاج أف أم ببرنامج عالطريق، ومعانا الصحفي محمد قريقع من غزة لينقل لنا آخر الأخبار من غزة. أهلا وسهلا فيك معانا ببرنامج عالطريق محمد. أهلا وسهلا فيك محمد معنا ببرنامج على الطريق. بالبداية دعواتنا وقلوبنا وصلواتنا لكم ولأهلنا في غزة الحبيبة. ممكن تنقل لنا الصورة ما يحدث في غزة اليوم من تطورات؟ نعم، الصورة حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالمشهد الميداني على وجه التحديد في اليوم 11 على التوالي من استمرار هذا العدوان الصهيوني على مختلف المحافظات هنا في قطاع غزة. نعم. قصف صهيوني يتواصل حتى هذه اللحظة عند الأطراف الشرقية والغربية لمدينة غزة على وجه التحديد، بالإضافة إلى ذات القصف يتجدد أيضا بشكل متزامن في مختلف محافظات قطاع غزة من شماله وحتى وسطه وحتى جنوبه. مختلف الوسائل القتالية الصهيونية تشترك في آن واحد، سواء المقاتلات الحربية من نوع 16 بالإضافة إلى المدفعية التي تتمركز خلف السواج الفاصل، وأيضا الزوارق الحربية في عرض البحر. كل هذه الوسائل القتالية تشترك في قصف المواطنين المدنيين. أكثر من 3000 شهيد تقريبا الآن حتى هذه اللحظة ارتقوا في استمرار هذا العدوان، كلهم نصف 66% تقريبا من الأطفال والنساء وحتى من ذوي الاحتياجات الخاصة. هناك أعداد كبيرة من الجرحى، هناك أكثر من 40 منشأة تم اغتيالها بشكل كامل تحت تعليق المقار الحكومية في غزة، بالإضافة إلى طبعا تدمير كامل لكثير من المساجد سواء في الأطراف الشرقية والغربية في مدينة غزة. هذا العدوان حتى هذه اللحظة مستمر، الناس هنا طبعا تذكر الساعات الميت أيضا بالساعات التي يخشاها حكام غزة تحديدا من المدنيين، نظرا لأن إسرائيل تفتح من طلعاتها الجوية تحديدا في أوقات الليل وتغير على أهداف مختلفة. وتعلم أن قطاع غزة الآن يغرق في ظلام دامس، وذلك نظرا لتوقف شبه كلي لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وذلك طبعا يعود إلى إغلاق معبر رفح البري منذ بدء هذا العدوان على قطاع غزة، ومنع إسرائيل تجريد القطاع وتجريد المحطة الوحيدة بالقود الاصطناعي اللازم لتشغيلها. وبالتالي هناك أكثر من حرب حقيقة على قطاع غزة. الحرب ليست بما فيها التقليدي هي القصف ورسائل وقصف، وهذا هناك حرب إنسانية، هناك حرب اقتصادية عفوا، هناك حرب أيضا يعني متعلقة بالسلع الأساسية. الناس هنا في مراكز الإيواء التي فتحتها وكالة الروح وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كلهم لأكثر من 320 ألف نازح ونازحة من مختلف مناطق قطاع غزة، وأصبح فيما بعد مراكز الإيواء للنازحين يفتقرون الآن في هذه المراكز، بالإضافة إلى المستشفيات في مستشفى دار الشفاء الذي يتواجد فيه. نعم. كل هؤلاء يستخدمون إلى أدنى الخدمات الأساسية كالماء والمأوى والشرب، وبالتالي هذا الأمر يعرضهم إلى يعني صعوبات حقيقية في استمرار هذه الحياة نظرا لعدم توفر الأمن الغذائية بالنسبة له، وحتى المياه أيضا متوفرة أن تذهب إلى أماكن أخرى وقد تكون بعيدة عن الساكنة ومحاولة توفير المياه أو التي يوجدها من ورائها لمرحلة اليومية كالاغتسال وغسل الملابس وما شابه ذلك. كل هذه الأنواع مفتقر أو ثابت بشكل كامل في قطاع غزة، وقد فيها الشرب نادرا ما يتم الحصول عليها. نعم. وقد يعني تتوفر لديهم بعد أيام عدة. صورة النفس الحقيقة هنا صورة مكتملة كالأرقام تقيم على مختلف المحافظات في قطاع غزة في ظل هذا الواقع. وأنا أحدث الآن هذه الأهداف هي غالبيتها فقط غالبيتها هي تخضع لمنازل المواطنين المدنيين في منازلهم تخطف وتستهدف بشكل مفاجئ ودون سابق انذار، وبالتالي هذا يرفع تقصير الشهداء بشكل لحظي. وزارة الصحة تقول انه لا تقصير ثابته
لاعداد الاصابات ولا حتى لاعداد الجرحى ولا حتى لاعداد المحصورين الذين يتواجدون حتى محمد. هنا نريد أن نتحدث عن أوضاع الكارثية في المستشفيات في مستشفيات غزة، حدثنا أكثر. واقع المستشفيات هو أصلا بدون حرب واقع مأساوي وغير مسبوق واستثنائي، وما ذلك إن كانت هناك حرب. تحدث عن مكرها صحية الآن اليوم تقيم على مستشفى الشفاء، هو المستشفى المركزي بالنسبة لي أهالي قطاع غزة. نعم. الإصابات الشهداء من غزة المدينة والإصابات الأخرى الحية تسجل الشمال ومن الجنوب والوسط لهذه المستشفى لأنه يعتبر مركزي لكل التواصل الذي أيضا جرت طبعا هذا المستشفى الآن يعاني من مستشفيات المستلزمات الدوائية والطبية بالإضافة إلى نقاب الوقود حدثي عن أقسام كأقسام الحضانة التي استهدفت بشكل مباشر عندما خطط الشارع الموازي لمستشفى دار الشفاء من الجهة الجنوبية. هناك أطفال في الحضانة قد أصيبوا بجراح واضحة أحيانا هذا الخلاف. هذا النقص الحاد في المشاركات الطبية والدوائية يعرض آلاف المرضى إلى الموت المخطط نظرا لأن هذه المنظمات باتت رصيد الصفر في مستودعات وزارة الصحة. أضف إلى ذلك أن نشاط المفروض في هذه المستشفيات يعرض أقسام الكلى مثلا التي يخضع الناس لغسيل كلى كل يومين مثلا، وتلك الأجهزة موصولة بشكل مباشر بالكهرباء، وهذا يعني انعدام الوقود وانعدام الكهرباء في هذه المستشفيات قد يعرض حياة أقسام بأكملها إلى الوفاة المحققة. إسرائيل أيضا أبلغت أول أمس عدة مستشفيات سواء في الشمال وكمال عدوان أو حتى الغوضة أو حتى في رفع ومستشفى سويد التخصصي وحتى أيضا في كل نوع مستشفى الطب بضرورة إخلاء هذه المساحة بشكل حاجز تمهيدا للمستشفى. وهذا ما أحدثه وجرى الصحة هنا في قطاع غزة جملة ملاحظة كثير وحسنا تنظيم وإذن المواطنين في هذه المراكز والمستشفيات. صحيح انها لا تعد مركزيه في مستشفى دار الشفاء لكنها تعتبر ملاذا امنا وقويا تشتغل بطاقه يعني طبيعيه بطاقه للطبيب وقومه المرضى. هذا يعني ان اتفق هذه المستشفيات او هذه المراكز والمستوصفات الطبيه التي هددتها اسرائيل باتصالات اسرائيليه، هذا يعني ان هناك شهاده وفاه اتهمت بكل مريض داخل هذه الاقسام سواء كان من المنورين وحتى ايضا من القطاعات الموجوده بالعشرات وعشرات الالاف تتواجد في هذه المستشفى. حقيقه ينزل بكثير من الخطوره. اليوم مثل مستشفى الكرامه ضرب مدينه غزه خرجت عن الخدمه الصحيه بشكل كامل وذلك نظرا لوقوعها في ساحه تم ابادتها بشكل كامل بسبب طائرات الاسنان الصهيوني. خروج اي مركز او اي مستشفى عن الخدمه الصحيه في الوقت الحالي هذا ينجز بثابته حقيقيه ومحكمه حقيقه على الاف الناس المرضى الذين ينتظرون العلاج. هناك حصول حقيقه مفروض على قطاع غزه، عمر هذا القطاع تجاوز 17 عاما، جاء هذا العدوان ليزيد من الصين بلة في وقت استثنائي وضحية رحلة في هذه المؤسسات هذه المنظومة الصحية برمتها. وزارة الصحة منذ اليوم الأول هذا العدوان حتى اليوم ويزيد بلة من نداءات الاستغاثة من منظمة الصحة العالمية بصورة استقطاب خبراء دوليين وأطباء أيضا لمحاولة إجراء عمليات علاجية، ولكن بقي الأمر كما أشارت وزارة الصحة في واحد من مؤتمراتها اليوم بقي الأمر على حال هذا يعني أن هناك إصابات شديدة قد تستحي أعداد الشهداء مثلا لعدم وجود إما نقل بعض المستشفيات الصحيه والمستودعات الى مجمع الشفاء الطبي لتغذيه الامداد الطبيه والدوائيه، لكن هذه المستودعات خطفت فيما بعد نعم من قبل القوات والسكان الاصل. كل المؤسسات الصحيه هنا على وجه التحديد في مرضى هذا الاستهداف وفي مرضى هذه النيران المتواصله سواء في المهارس أو حتى في أوصاف الله. محمد قريقع كنت معنا من غزة، شكرا لوجودك معنا ببرنامج على الطريق، وأكيد رح نظلنا على تواصل مع محمد لنعرف آخر الأخبار والأحداث في قطاع غزة. شكرا لك.